أستاذ شام، يا عزيزتي. عندي سؤال. اي نعم. في البداية ذكرت، هل تستطيع أن تقول أنا خالق السماوات والأرض وأنا خالق الأكوان؟ طيب أنا أستطيع أقول، أو أكيد كل الموجودين غيري يستطيعوا يقولوا، ونؤمن يمكن بدرجات مختلفة فيها، بس يعني ما وصلت لدرجة اليقين. يعني لما أنا أقولها ممكن عقلي يقول لي طيب أخلقي أي حاجة صغيرة مثلا، تقدري ما تقدري، فيحدث شك يعني وما يحصل يقين. فكيف يعني نقولها بيقين بحيث إنه ما يكون في أي شكوك؟ هذا السؤال أجاب عليه توماس تراورد، هذا السؤال تماما أجاب عليه، والفكرة أنك في الحقيقة أنت خالق السماوات والأرض، هذه الحقيقة المطلقة، أنت خالق الأكوان. المسألة أريد أن أكتبها، يعني أجيب هذا السؤال، أيضا أفضل أن أكتب لأن الأمر مهم. أنت بدون أن تشعر، هذا هو الجواب، نبدأ من هنا. أنت بدون أن تشعر، أنت بدون أن تشعر، أنت تثبت القناعات المحدودة بعدم استطاعتك على الخلق. سوف أوضح ماذا أقصد. بمعنى آخر، عندما تذهب إلى سوبر ماركت، أنت بدون أن تشعر أو بدون أن تعرف، أنت تثبت قناعات السوبر ماركت. أنت ذهب إلى السوبر ماركت بدون أن تشعر، أنت تبني قناعات، صور، وعي أنك ذهب إلى السوبر ماركت. نأتي إلى مسألة الموت. دائما أستلم تعليقات وأسئلة باستمرار، أستلم باستمرار، يقولون إذا ليس هناك موت، لاحظ التثبيت، لاحظ تثبيت الأخوة والخوات، تثبيت القناعات. هو يقول إذا ليس هناك موت فكيف العلماء والعظماء والمفكرين والقادة والناس يموتون؟ ولما لا نستطيع أن نحييهم، نحييهم الآن؟ هذا أنا أستلمه باستمرار. هو بدون أن يعرف أنه هو ثبت القناعة المحدودة بأن هناك موت، وآمن أنه هناك موت، وأراد أن يرفض الذي ثبته، فتفشل، يفشل الأمر. عندما أنت تنهض صباحا وتقول أريد أن أعد فطاري، الفطور، أنت تثبت هذه القناعة، أنت تؤمن بها، تعيشها وتتفاعل معها. فأنت لا تستطيع إذا أنت تثبت القناعة المحدودة أنك تزيلها، لأنه سوف تصبح محاججة، سوف يصبح صراع نفسي فكري عاطفي. أعطيكم مثال آخر، نرجع إلى الموت. الموت وهم، الموت كذبة، لكن نفترض أنك بدأت تناقش شخص حول الموت، ونفترض هذا الشخص يؤمن بالموت، ونفترض أيضا هذا الشخص لم يدرس علوم الميتافيزيكس. فعندما تقول له ليس هناك موت،
هو يدافع عن الموت، وهو ثبت قناعات الموت عن طريق التالي. هو يقول لك كيف تقول ليس هناك موت؟ انظر القبور، وانظر فلان مات قبل شهر، وانظر الشخص الفلاني توفى. ثم يقول لك طيب إذا أنت، يقول هذا يقوله لك، يقول لك أنت إذا تستطيع احيي فلان. فهو ثبت الموت، هو آمن به. الأرض وأحداثها، جسمك، مكانك، الاعتقادات والانفعالات والمشاعر والعواطف، أنت ثبتتها واعتقدت بها وآمنت بها ومشيت فيها وعشت من خلالها. كم مرة أنت سمعت المرحوم توفى 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 توفى؟ كم مرة منذ طفولتك إلى هذه اللحظة؟ كم مرة سمعت كلمة طفولة؟ كم مرة سمعت كلمة جامعة، مدرسة؟ كم مرة سمعت مصطلحات امرأة، رجل؟ كم مرة سمعت كلمة حروب؟ فهذه الكلمات الأرضية أنت ملئت بها، يعني وعيك ملئ بها، فأنت ثبتت القناعات المحدودة، والآن أنت تريد أن تخلق السماوات والأرض. بالطبع لا يحدث، لا يحدث. فهذا يوضحه توماس تراورد، وممكن أيضا أن نناقشه في حلقات أخرى. أننا نثبت القناعات المحدودة ونريد أن نتحرر منها، فلا يحدث الأمر. يصبح هناك في داخلك صراع نفسي عاطفي، لأنه سوف تسأل. إذا نقول لك، أنت سوف تسأل نفسك، إذا نقول لك ليس هناك موت، مباشرة أنت تقول، مباشرة تقول طيب إذا ليس هناك موت، كيف القادة والعظماء وصاحب هذا الكتاب مات؟ أنت بدون أن تشعر، أريد أن أجيب مرة أخرى، أنت بدون أن تشعر أنت ثبتت قناعات الموت، ثبتتها في وعيك، أصبحت جزء منك. فتقول كيف صاحب هذا الكتاب مات، وكيف المفكر الفلاني مات، وكيف الملك الفلاني مات؟ فأنت تجيب من المحدود، لأنك أنت ثبتت القناعات المحدودة. مرة أخرى أريد أن أكرر هذا الكلام، يجيبه يعني الذي نحن أجبناه. هناك شرح من هذا الكتاب في هذا الأمر. تثبيت القناعات المحدودة مسبقاً. فنحن الخطأ البشر، نحن لم نعش في البداية كآلهة، فثبتت علينا الفضاءات المحدودة. أكرر، نحن كبشر أو كجنس بشري كيف عشنا؟ عشنا بين أو من خلال أنظمة سياسية دينية، وتعلمنا وفهمنا محتويات وأسماء محدودة. وبالطبع الآن عندما أقول لك أنت خالق السماوات والأرض، وعيك يرفضها. فهنا كيف تتطور أو كيف تتخلص من العيش الأرضي؟ لأن العيش الأرضي جربناه لا ينفع. هناك فضاءات كثيرة غير محدودة نسافر إليها ونجربها، نستكشفها. فكيف هنا تعيش أو تبدأ تعيش بالوعي الإلهي؟ ما هي الخطوات في أنك تتحرر من الوعي المحدود؟ الخطوات الفهم، أنك تفهم طبيعتك، حقيقتك، تسأل أسئلة وتحاول أن تفهمها، تطلب من الله الحكمة،
تتدرب على أن تعيش الحب المطلق، لأن أنا قلت هنا وهذا شيء في غاية الأهمية، عندما نكون آلهة فالخطوة الأولى والأخيرة في هذا الأمر أننا نعيش الحب المطلق. هي ليست مجرد كلمة تقول أنا خالق السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض الحقيقي هو الحب المطلق. فإذا لا نعيش الحب المطلق فنحن بمعنى ما نزال نحتاج أن نتطور أكثر وأكثر في الروح وفي الفهم وفي الحكمة وفي الفكر. واضح الجواب؟